بقى مثلك. لا والله ترى ترى بس كم سواي كول لايت هاي الكهرباء مال هذا اللي والله كانت جلسة حلوة بتكون معايا تدري والله بزنس توك والله. مرحبا علي ميرزا، هلا. السلام ورحمة. هو ضيع الفيلم. معانا أستاذ عصام الجزء الثالث بعدين جينا عنده، والمخرج المنتج عامر سالمين، وفي واحد من الاي تي اي من الفندق عشان يصلح لنا الواي فاي. مبشر خلي عليكم. درمندر روكس، هذا ربيعك الهندي، هذا عرفته اللي تسوي له لايكات. How many hours you want, sir? How many hours? Yeah, it's full day. Yeah, four days. Four days. It's free, yeah? Yeah. Why you are hours? Yes, Dharmendra Rocks. No, put 3 hours. We're waiting to see him soon. Mr. Anju. Shahrukh Khan, the king. نعم Shahrukh Khan, the king. هذا واحد يحب شاروخ خان. نعم اللي اعتقد كان ندالة. شو ندالة؟ اللي السنة يصور في المجنون. لا هذا في كله منالي اعتقد ندالة. نعم نحييكم من بومبي يا شباب، يا الربع، يا الاخوان، يا الاخوات. هلو تو أفغاني درمندرا. أفغاني درمندرا I can't understand. أفغاني. Oh, okay, you are from Afghanistan. Ah, you are the die-hard fan of Sunny Devil, I know. Yeah. الدول كلها تترجف. متى رايح ينزل فيلم شاروخا مع أنوشكا؟ فيلم شاروخا مع أنوشكا بينزل تاريخ 3 أغسطس، صح؟ 3 أغسطس. 3 أغسطس. أيوة يا أستاذ عصام. شاروخ خان كينج يقول لك. كينج؟ إيه. والله يا عاد بالنسبة لي أنا في اللي هو أمارة درم. أمارة درم. I am from India. Okay, you are from India. So why you said hello to Afghani Dharmendra? I didn't understand that one. Maybe you think this guy is Afghani? No, he's not from Afghanistan. He's from where you are? I am from Palestine. Palestine, yeah. Jordanian, Palestinian. Yeah, Palestinian. مرحبا جماعة، مرحبتين أخو يوسف. شو الأجواء معاكم؟ والله أجواء حلوة، أجواء مطر. شو الأجواء معاكم عمرو؟ والله أجواء حلوة بصراحة، أنا ما توقعت إن الجو يكون حار. الجو عادي وأمطار، وأعتقد يعني درجة حرارة توصل 27-25 في الليل. حلو. في النهار 30، يعني ما تحس بحرارة الصيف أبدا. جميل. وعليكم السلام ياسر. ياسر يسلم عليكم من المغرب. عاد ياسر، هذا ياسر يحب بريتك وبعدين تايجر شروف. لا مش تايجر شروف، بعدين رنبير كابور بعدين تايجر شروف. احسن ناقد سينما، اشكرك يا ياسر. هذا قلبه كبير، هذا اي يحب ثلاثة. قلبك كبير تحب ثلاثة في مكان لهم الثلاث مع بعض، يعني صعبة صح؟ ما اقدر تزوم تراك. زوم اوت ما اقدر. You will be look like this. شوف من هنا. شو بتسوي؟ إنك لازم تهني. لا رمبير الأول يقول لك مش رتك. To Sandria يا نهي. Dharmendra said to your friend. ها؟
I can't understand. Tu Sandhara ya nahi? Dharmendra said to your friend. يقول هذا دهرمندر قاعد يقول حق صديقك هالكلمة أفغاني. ما فهمت أنا. Can you Mr. Anju can you No, can we didn't understand you. Is it Dharmendra with you or what? I can't understand. بس بتقعدون في بومبي ولا بتصيروا أماكن؟ والله حاليا احنا قاعدين في بومبي. عامر بعد عنده استاذ عامر عنده أكيد بعض الأمور اللي في بومبي مثل ما نحن كلنا جايين. عامر استاذ عامر طبعا مخرج ناقد سينمائي مخرج ومنتج سينمائي فعندنا يعني شغلة مهمة وهي مفاجأة إن شاء الله تكون قريبا. قصد اصطلت ولا لا تو سودرانه هي هذا واحد يترجم كلام هذاك تو سودرانه هي يقول قصدك اصطلت ولا لا كلمة درمندر تو سودرا يا نهي درمندر سيد تو يور فرند هذا ذكر انت يوم كان يقول لك درمندر انت هذا شاف هذا سودرا يا سودرقا هذا قاعد يقول هالكلمة هالريال اللي هو يحب سر الدول. Okay, now I understand you, Mr. Anju. Yeah, to Sudra or not Sudra? Ah, Sudar gaya, boy. Sudar gaya? Sudar gaya. Lekin Dharam ji kaha hai. Hello, boy. عجبتني. عاد هاي يسألكم ياسر يقول هل الأخوان معك سبق لهم مشاهدة فيلم رمبير وعجبهم عاد هذا سؤال حق عامر أول شيء حق عامر. انا بصراحه هو من عشاق رنبير أنا أول. الفيلم الوحيد اللي عجبني مال رنبير كابور رنبير كابور شو اسمه مع ديبيكا تماشا لا مش تماشا اللي جواني ديواني لا اللي غني الاغنيه اللي هم سمعناها جواني ديواني ولا يروحون رحله على الجبل ايوه جواني ديواني هذا افضل فيلم عندي هذا افضل فيلم بالنسبه لك والفيلم الثاني ما اريد اظلمه شو يسمونه برفي هذا ما شفته برفي ما شفته روك ستار بس اكيد فيلم حلو روك ستار شفته ما شفته على انت ظلمت في فيلمين يعتبرون من افضل الافلام الالفيه مش الالفيه الالفيه اللي بعد 2010 افضل افلام هالفيلمين روك ستار وبرفي ايه هذه لو شفت هالفيلمين وانا متاكد ان فيلمين زينين ايه راح تغير رؤيتك 180 درجه لا. صدقني راح تغير غير له ما ادري عاد عصام انت شفت اي فيلم رمبير كابور وزير الشكابور شاف بيشرم معقوله بيشرم شفته بس فيلم واحد شفت هاي يقولونها باخرس فيه ايوه برفي برفي شو رايك في الممثل شو رايك في الفيلم حلو. هذا افضل فيلم شفته حلو اختيار جميل صراحه يعني ممكن اوكي نقول افضل ثلاثة افلام عنده برفي والله انا اذا بتسالني انا افضل فيلم اول شيء برفي بعدين روك ستار بعدين فيلم تماشا وبعدين فيلم شو اسمه هذا اللي ما شفته ويك اب سيد وانصحك تشوف هالفيلم بعد ويك اب سيد من الافلام الجميله والرائعه لا عادي ما شفته انت ويك اب سيد فيلم جميل صراحه وين دهرمندرا جي ميت يور فريند هو از سيتينج نير تو يو سودرا يعني سودرا يسالك الريال وين يو ويل سي دهرمندرا تو سي يو سودرا يعني سودرا سيت ان هندي اور انجلش قولها بالهندي ولا بالانجليش الله رد عليه هم ايش بولتاته هو جابوا ملتاته تاب وبولتاته لا يقول لك يعني هي صدره كم ملاقيت يعني متى بتشوفه ايه ان شاء الله ايه هفته ايه هفته منورين خالو عصام كيفك الله يسلمك خالو مين هو اي واحد فيهم السنفورة 99 هذا الاسم الله يسلمك خالو هذا كيفه؟ عرفته؟ راح نشوف بعدين الصورة عرفته؟ تسلم عليه تقول لك الله يسلمه انت الحين طالع اللايف اللي بيسأل الناس تكتب هنا مرحبا مرحبتين اخوي احمد
آه زينب، تقول لك زينب خالي. آه عرفتها. آه. لا اللي بسأل صدرنا هي صدرة مين هذا؟ وين طلع الصورة اللي سوالك عليها لايك؟ عرفت الريال الهندي؟ كيف يعرف الكلام هذا؟ آه كيف يعرف؟ وأنا ضيفنا وردي معاي يعني. كيف يعرف الكلمة هاي؟ يا أخي أنا حاطنا في الإنستغرام مالي، أنت الإنستغرام مالي يعني تشوفه شوية يا عصام، كل الناس تشوفه. تتذكر بصورتك أول مرة في المطعم؟ يمسألتك درب مدري شو يقول لك؟ إيه كلهم شافوا تراها، اشتهرت الكلمة هذه. صدقت يا أستاذ حمد، أداء رمبير في روك ستار أفضل أداء له على الإطلاق، وحصل على جائزة أفضل ممثل على ما أعتقد. نعم، وأيضا على فيلم بارفي حصل على جائزة أفضل ممثل. ما رأيكم في أداء جاكي شروف في فيلم برو برادرز؟ آه أنت شفت برادرز عامر؟ لا برادرز مر أكشي كومار داخل جاكي شروف بعد يكون. يقول لك شو رأيك في دوره؟ حلو دوره، حلو عجبك؟ لا دوره حلو صراحة، قصير بس حلو. يعني أدى دور الـ الأب، الأب بشكل حلو صراحة. صح أتفق معك، يعني من الأدوار اللي يمكن تقريبا انظلمت في الترشيحات صراحة. دوره حلو، دوره كان جميل صراحة. ما أدري عاد عصام ما شفت الفيلم أنت برادرز؟ أي واحد اللي فيه جاك شيرف يكون أبو أكشي كومار؟ ما شفته؟ على ما عندك إجابة. رجعنا الريال نفس الهندي يقول لك you guys are superb when superb when I will meet next time to Dharmendra I will tell him about you. Come on. يقول لك ملايين بيشوف دهرمندرا بيخبرنا عنكم، ما يعرف ان my dear this guy you see this guy his name عصام. Show him the album but you know I think you saw his some photo with Dharmendra. He know Dharmendra since 1977. From that time till 1995, he's meeting him regularly. Every year he come, every 3 months. أول صورة أخذها في غرفة نوم Dharmendra. Yeah, his first picture was with Dharmendra in his bedroom. صح ولا لا؟ في غرفة نوم bedroom. Yeah, in his home. So he's very near to this guy Dharmendra. But if it'll be our pleasure if you meet Dharmendra, just say Isam. Asim from Asim from Palestine. He is in Mumbai now. هذا داي هارد فان مال درمند سني ديول. ليش أقول له لآخر مرة عمل مشكلة مع عثمان بتصوير كالكياواز؟ لا 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 تدري شو؟ لا عصام يعني يا ليت تعطينا رحلة درمندر بشكل سريع جدا للناس، يعني وين حضرت تصوير؟ وين طلعت معاه؟ في أي مناطق؟ نعم. في أي أفلام ورحت معاه بشكل سريع للجمهور؟ والله هو في قبله دخل علينا عادل صاحبك عامر، عادل هذا اللي يعرف السينما الهندية ويسألك أسئلة خطيرة، مين أفضل أمجد خان ولا أمريش بوري في المجرى؟ عرفت هذا؟ هلا عادل يقول لك سؤال، شو رأيكم في فيلم المصري توت ونبوت؟ والله توت ونبوت أنا ما شفته هذا، أنا أول مرة أسمع عنه أخوي عادل. هل هذا فيلم جديد ولا قديم؟ ما أعرف. الريال الهندي رد عليه قال لي I know everything about your friend. آه يعني يعرف عنك أي شيء، كل شيء. How he is watching your Instagram my dear and he watched my Instagram before so I believe that he know everything about you. الفيديو اللي سويته هذاك يكفي يعني مال دقيقة. زين. Still the Wi-Fi not finish؟ حد من فمك. ها؟ ممكن. Finish or no؟ Facing a problem. آه facing problem. Okay good. أستاذ حمد متى بتصير حيدرابات؟ نبي فيديوهات لحيدرابات برياني. إن شاء الله بروح. قريبا ان شاء الله يوم اروح حيدرآباد اصور لك البرياني مره ثانيه، بطبخها مثل ما طبختها هيك اليوم. طبعا انا ما اطبخ وايد بس مساعدات بسيطه، بس خلينا الحين في بومبي نسوي لكم اشياء حلوه ان شاء الله في بومبي. وينك يا عادل؟ ما عرفنا هالفيلم هذا توت ونبروت، اول مره اسمع عنه. لدي خال لم يكن من عشاق السينما الهنديه، هذا ياسر يقول من المغرب، لكن قمت باعطائه افلام تماشا 3 دي سبي كي ادي لها مشكل، اصبح من محبين السينما الهندية. هالافلام خلتها يحب السينما الهندية اللي هي تماشا بيكي وهذا، والله شيء جيد يعني. خاله يعني من المغرب يعني ما يحب افلام هندية، بس هو اعطاه فيلم بيكي 3 دي سوالف افلام كويس. يا
اتفرج على شيء حلو طبعا. افلام الهنديه حلوه. نعم. في ناس ما ياخذوا فكره انه الفيلم الهندي بكاء وعياط وضاع وهم صغار ومش عارف شو، بس حاليا تغيرت التكنيك افضل، المواضيع اختلفت كثير عن اول. حلو اللي سواه. يرد عليك مستر انوج، هي سي هي از داي هارد فان اوف درمندرا جي، ريلي هي از ا جريت هات اوف تو يور فريند. يعني يحييك الرجال. ثانك يو. قلوب بعد اعطاك هارتس. ثانك يو فيري ماتش. اوكي ناو. طبعا احنا في منطقه جوهو، وي ار ان جوهو بيتش، اند ذا هوتيل از نير باي جوهو بيتش. اسم الفندق ايه؟ احط رقم الغرفه. My name is Khan. أستاذ حمد شو رأيكم فيه؟ هذا السؤال أنا بوجهه حق أستاذ عامر، شو رأيك في فيلم My name is Khan؟ ياسر من المغرب يسألك. ما شارو خان صدق هالفيلم ما شفته. حلو والله ما شفته. فاتك الفيلم، أكيد كنت مسافر ولا شيء. أنت شفته؟ شفت. حلو فيلم، عجبك؟ حلو موضوعه كويس. نعم. يعني بحاول انه مغيروا فكرة، الفكرة اللي ماخذينها العالم الاوروبي عن الاسلام. ايوه. فموضوع حلو جي. يعني. موضوع حلو، بس كيف الفيلم يعني فنيا؟ احنا كل الافلام فيها رسالة، حتى تيوبلاد فيها رسالة، بس نحن اهم شيء الفنية. والله بالنسبة لي انا مقبول. مقبول. نعم. انا ما عجبني موضوع الفيلم، ما ركزتش على التقنيه ولا شيء. اوكي. انا بالنسبه لي الفيلم ماي نيم از خان فكره حلوه وقويه، واداء شاروخان لا يعلى عليه، بس في بعض اللقطات اخترب الفيلم، خاصه لقطه يم يروح يحمي المي. تتذكر المي اللي في امريكا. يعني هنا بدات السوالف اللي ما لها داعي، خلطه مني خلطه منك وسار اوفر يعني الموضوع. فهذا الشيء اللي يعني ما عجبني وخرب على الفيلم كثير صراحه بالنسبة لي في يعني هذا. فما بذاك الزود يعني فيلم أنا ما أقدر يعني أقول عليه من أفضل أفلام السينما الهندية. You share a video before sometime. I will saw that video. Yeah, of course you will share the video. Don't worry. صح كلامك. الله أشكرك أخوي. شو الفيلم اللي شغال على التلفزيون شباب؟ اسهل ما يمكن هذا السؤال. حطيت لهم عنوان، عاد باين العنوان على التلفزيون اصلا. شو رايكم في الفيلم يعني اللي قاعد يتابع؟ انا عجبتني البنت. ها؟ البنت كويسه. سوناكشي؟ شو رايك فيها؟ ممثل كويس. تشبه شترو ولا ما تشبه؟ ولا تشبه رينا راي؟ تشبه رينا راي. تشبه رينا راي صح؟ كل الناس تقول كذي والله سبحان الله، مع ان رينا راي تكون بنت قوية. هي الإشاعة طلعت انها تشبه رينا راي وايد، اكثر من امه. ها؟ احكي عادي، ترى هاي قصه معروفه يعني. لا هم كانوا اصدقاء مع بعض. اي كانوا معروفين هم يعني، كانت على علاقه مشروع زواج. اي وفجاه غير رايه شاترو تزوج. صح. اسمه بونم يسا. بونم امه. بونم اعتقد. بونم امه ما اعرف والله. يسالك عادل عامر، شو سبب تراجع سلمان خان في بدايه الالفيه؟ بدايه الالفيه. أيوة. بدايه الالفيه يعني قصدي سنه 2000 كان متراجع من بدايه، لما اعتقد رجع بهالفيلم او رجع من فيلم وانتد اعتقد. شو سبب كان تراجعه في الالفيه؟ الافلام اللي كان ينزلها تيرانام كان زين، بس بعدين افلام كلها كانت راسخه. انه ما نجح تيرانام بعد. ما نجح ذاك النجاح، بس هي كانت افلام مع ديفيد دون راسبه، وكانت في افلام اعتقد وايد افلام كانت راسبه مالته. صح.
في الفترة هذه؟ من 2000 2000 لحد 2000 وما أدري كم سبعة. 2000 ست سنين من 2000 إلى 2007. سو اختيارات يعني. سو اختيارات و. دمج مع الأغنية عامر خلاص. لا لا ما يعني سو اختيارات وأعتقد. كان تنافس بعد قوي ناس طالعة بشكل قوي يعني صح. في هالفترة كان أكشي كومار طالع بعد أكشي كومار طالع مختلف يعني نعم صح يعني كان هو يؤدي دور أكشن وهذا بدأ يؤدي أدوار دراما يعني صح في 2000 عندك أيضا بدأت يعني أيضا لا تنسى عادة لما تظهر نجوم جدد يعني في 2000 ظهر ريتك صح عرفت يعني تبدا دائما ظهور تكون في منافسات تبدا ال 2000 اول فيلم ماله 2000 2000 عندك طلعوا النجوم يعني كثير يعني نعم طلعت 2000 ابي شيك طلع بعد وطريقه اظن الافلام بعد شويه تغيرت في 2000 شويه مو بوايد صحيح افلام سلمان صارت ممله يوسف يقول ما اعرف قصده يمكن تيوبلات اخر فيلم افلام عاد هو عاد ما ادري يوسف عن قصدك افلام بمجملها تعتبر كاترين لا افلام ممله ولا افلام هو ادواره يعني متكرره يعني في فرق افلام ممله افلامه ما اعتقد ممله يعني كلها حركه وحياه يعني كوميرشل صح يعني مساله تايب مش ممله بس يمكن على اساس انه تكرار نسبة الافلام ايوه لا ايوه وتكراره هو ممكن أدوار الادوار هاي يعني شوف في افلام يعني مثل دبنج وهالستايل نزلت فتره وانتد ايوه فتره وانتد ايوه دبنج ونزلت افلام مال بوديغارد ومال اكش كومار بعد شو اسمه راديو راتور ايوه راديو راتور وهذه يعني حبوها الناس لان فيها لمسات مثل السبعينات ثمانينات الستايل نعم. بعده تعرف خلاص ملوا منه ملوا خلاص ملوا منه ملوا منه يعني صح تعتبر كاترينا كيف الممثله محظوظه لان هذه السنه لها فيلم مع سلمان خان وعامر خان وهناك من يقول ان لها فيلم مع شاروخ خان الذي سيلعب فيه دور القزم فشو رايكم يعني هي تعتبر محظوظه ولا كيف يا عصام كاترينا كيف اكيد محظوظه بس لا هو قصده محظوظه شو توقعت ليش يقول عليها محظوظه هي محظوظه شو يعني تاخذ ادوار عندها ادوار حلوه يعني مع ان هي صح هي انا اتفق معاك بصراحه محظوظه ان يعني اي افلام كبيره تكون فيها موجوده هي. صح يعني حتى فيلم الجديد مال عامر خان وأميتاب تاكس اوف هندستان ترى هو قال مع عامر خان موجوده يعني ومع عامر خان فيلم ضخم كبير ضخم. بعد موجوده بعد بالرغم ان افلامها رسبت الاخر اخر ثلاث اربع افلام راسبه يعني عندك اي فيلم رسبت جاكا جاسوس قبل باربار ديكو وقبل فيلم بعد ثلاث افلام رسبت وفيلم هذاك شو اسمه اخ اللي فيه تبو تمثل منو هاي عادل سال لا هذا ياسر من المغرب كيف يعني؟ يعرفون السينما الهندية وصلت لحد لا يعني تعرف ياسر كم عمره؟ ياسر فضحك ولا كيف؟ ياسر تحت العشرين عمره يمكن عمره 15 ولا 14 سنة بس ما شاء الله عليه يعني يسأل وايد بس سؤاله حلو تدري الحين يعني يا في بالي ان هي غير انها محظوظة تدري شو يا في بالي؟ ذكرني كتب لي ياسر فيتور وبانثوم اربع افلام هاي صارت كانت راسبه راسبه لا برافو عليك ياسر يعني بالفعل يعني انا اضيف الحظ واضيف نقطه ثانيه الحين انا جت النقطه في بالي ليش ياخذونها انا اقول لك ليش لانها هي مش في كاتيجوري ممثلات الاوائل يعني مو مثل ديبيكا مو مثل برينكا عشان كذي ولا آليا بهتحل ولا إيه ليش يأخذونها لأن هي تصلح لجمالية الفيلم نعم. أكثر ما هي تبقى دور كبطولة مثل مثل ديبيكا ولا شيء لازم تعطيها دور يعني على مستوى عالي
يضحك يقول عمري الحين 16. يعني هذا انا اعتقد يعني موجوده يعني في الفيلم. بعدين هي لا ما عندها يعني الطلب ان انا اكون يعني خلاص يعني اخذ اكل الدور. انا برقص لكم وبسوي يعني هي نعتبرها شو يسمونه الفاكهه والديكورات للفيلم. أيوة. اكثر ما هي يعني ها نفس السوار. أيوة. نفس ما عصام شبهها بمثلها في السبعينات اللي هي زينة تمان. ايوه نفس ما كان زينة تمان كانت كذي وتمثل مع ممثلين كبار درمن درمي تبكى راجش كنا ونود كنا لان هي تصلح اكثر على طبيعه الفيلم. نعم. من اكثر من هي الدور اللي تبغاه. صحيح صحيح هذه نقطه ركزنا نقطه قويه يعني هاي نقطه مهمه ترى والله يعني بالفعل يعني انت كمخرج الحين فرضا الفيلم هذا مع اميته وعامر خان اي مخرج يحط مخه في اشواري راي او يحط مخه في دبيكة ما يقدر لان ما الها الدور اللي هم يستحقونه. لا انا اخذ واحده تؤدي الدور يعني مثل دوم 3 مع عامر خالد. هاي موجوده بس موجودة كعنصر بطله يعني. نعم. جبت الصح. ايوه جبت الصح هذا يعني نفس دور. عادل يقول اقصد فيلم مصري اسمه التوت والنبرو النبوت اللي كاتب محمد محفوظ. والله انا ما شفت هالفيلم هذا حد شافه؟ اي سنه نزل؟ اي سنه عاد هالفيلم؟ انا والله ولا عارف انه جديد ولا قديم مش عارف. عادل ولا ياسر؟ لا الحين هذا عادل سؤال. عادل غير ياسر هذا كان اللي سال عن كاترينا. عادل اللي سؤال اللي كان امجد خان وبرش بوري ما اعرف قاعد يتكلم عن الفيلم المصري هذا ما اعرف شو سالفه الفيلم هذا. يا ريت لو تعطينا تفاصيل عن الفيلم. بداية التسعينات الفيلم يقول لك. أنا ما شفته. توت شو؟ توت ونبوت. منو؟ كاتب نجيب محفوظ. بس ممكن تعطيني التفاصيل. ممكن تعطيني التفاصيل منو ممثلين يا عادل والمخرج والأمور هذه. شاهدت يقول لك ياسر يقول لك شاهدت فيلم المصري الفيل الأزرق جميل جدا ما رأيكم؟ عاد استاذ عامر شاف الفيلم. نعم جميل. نعم هذا حساب حمد. قول له نعم هذا حساب حمد انا مسكر تراني. انزين حلو الفيلم كان في الازرق. حلو نعم. في الازرق حلو. وين الربع نايمين ولا شو؟ منو ياسر سأل؟ هذا ياسر. لا كان عادل سأل عن الفيلم. الحين ياسر قال عن فيل الأزرق. زين غريبة ياسر ما عجبه فيلم هبته. ياسر ما تكلم عن هبته هو. لا لا هو ما شاف الفيلم هبته. هبته والله ما أدري. شوف فيلم هبته ياسر ولا لا؟ حلو خالص. هذا عادل يقول لك الفيلم من بطولة عزة العلايلي. أنا ما أعرف أي شيء عن الفيلم هذا. ما نعرف والله. في رأيكم من هو الممثل والممثلة الهندية الأكثر شعبية في العالم؟ خلنا نبدا مع عصام. مين اكثر ممثل هندي وممثله هنديه الشعبيه حاليا في العالم على حسب رؤيتك؟ في الاردن جالس يوم تطلع في المركز ولا المول ولا حد يتكلم معك في القهوه عن فيلم هندي يذكر لك اي ممثل مثلا؟ والله يا جمال يجيبوا هاي اشوري. يجيبوا طار اشوري عندك في الاردن؟ هذا بعد المنسف ولا قبل المنسف؟ لا قبل الكنافة؟ أشوري. أشوري؟ والمثل؟ لا حالياً هذول شاروخ. يعني عادة تسمع أكثر شيء يقولون لك؟ أنا يعني التابع الجديد كله صار شاروخ سلمان. شاروخ سلمان أوكي. جيل جديد هذا له. هم الحين شعرتهم خلاص الحين شوف تسعينات هم ثمانينات جيل جديد بعد هم 40 سنة 40 سنة صلهم برضو يعتبروا من الجيل الجديد. ما أدري شو رأيك هذا سلمان هنا عليه نفس السؤال. شو رأيك يعني أفضل ممثل؟ لا أكثر شعبية في العالم. مين أكثر شعبية في العالم بالنسبة يقول لك بوليوود؟ يقول لك أول الذكر يقول لك أميتاب ذكر يعني
الحين حاليا مين يقول؟ شوف في الستينات سبعينات كانوا يقولون شو يسمونه راج كابور، راج كابور، شمي كابور، أيوة سنغم وكذا. بعد جت سبعينات ثمانينات تسعينات أميتاب مع درمندر طبعا. كان هذا يعني نحن ما نرضى لن ينقسم درمندر. ويت الفترة الحالية يعني عندك يعني إذا نحن نحسبه على مستوى البوكس أوفيس، قلهم تعالوا لايف البوكس أوفيس حاليا يعني خلال آخر سبع ثمان سنين عشر سنين عندك شاروخ وعندك عامر خان، هذول هم أعلى شهرة على مستوى العالم. سلمان يعني وسلمان لا سلمان أقل عن شاروخ خان خارجياً أقل. أقل. هو شاروخ خان الأول، شاروخ خان الأول خارجياً. نعم. يعني نعم. أوفرسيز وهذا على مستوى العالم. نعم صح. نعم. نحن هذا نقوله أيضاً على 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 مستوى البوكس جاي سؤال خطير حق عامر بس بعد شوي على مستوى البوكس اوفيس. ايوه هذا يعني الممثلين هذول افلام شاروخان عاده تحقق اعلى ايرادات خارجيا. نعم. نعم. والممثله قلت اسمها ولا لا؟ الممثله اشهر ممثله انا اقول لك شوري راي على مستوى العالم لان هي ايضا اشتهرت بتمثيلها بافلام امريكيه وحضورها في مهرجان كان الدائم مهرجان وايضا الافلام يعني صح عنده. جميل. يقول لك في المغرب يقول لك ياسر الممثلين الأكثر شعبية أعتقد هم شاروخ خان، أميتاب، ريتك، والممثلات أعتقد كاترينا كيف، كارينا كابور وأشوارية. هذا في تقريبا مقارب الكلام. زين يعني أميتاب لين الحين نفهم. بس أقول لك أنا شو السبب؟ أنا بقول لك تعرف ياسر أنتوا أكثر فيلم يعتبر الشعلة هو فيلم في الهند، يعتبر فيلم أي فيلم يقول يقارونه مع شعلة صح ولا لا؟ في الهند حتى الآن. في المغرب يقارننا مع شو تتوقع اي فيلم حتى لو كان فيلم امريكي ولا مغربي ولا هذا يقارننا مع فيلم كبي خوشي كبي غم. هذا افخم فيلم يعتبر في المغرب ليومك هذا اي مغربي تساله كبي خوشي كبي غم بالنسبه لهم شيء خطير. شو السبب بعد؟ اي اعطيك دليل. يوم سووا مهرجان مراكش السينمائي قبل ثلاث سنوات عزموا كل كاست مال كبي خوشي كبي غم بالاضافه لكرن جوهر لان هذا الفيلم له وزن في المغرب عشان كذا اميتاب موجود وريتك موجود وشوري ربطوه معهم اشوري في الفيلم لا مو موجود في الفيلم بس تعرف انت الربط يعني جاي عشان اميتاب كذي بس على فكره كبي خشي كبي غم اعلى ايرادات في تاريخ السينما الهنديه يابا اوفرسيز اوفرسيز يابا نعم متصدر لغايه من يعني من فتحت الافلام على مستوى العالم 60% يبها من مراكش من المغرب الفلوس على ايرادات نعم إرادات نعم كان متسيطر فوق سبع سنين ست سنين اعلى ايرادات زين الحين في سؤال من برا يعني على مستوى امريكا كندا عامر في سؤال من عادل هذا انا بوجهه لك ان هذا سؤال قنبله عصام تعرف هالسؤال شو يقول عادل اصابه اميتاب بچن في فيلم كولي هل كانت حقيقيه هذا سؤال اخلي ابدا مع عصام احسن على اساس انه خله عامر لا تعرف ليش السؤال حق عامر يا عادل لان عامر داي هارد فان حق ميتاب مهما كان هو شو سؤاله قال لك حقيقيه ام لا يعني كخدعه ممكن يقول لك ممكن تكون ما صارت الاصابه وسووا بروباغندا في الاعلام يعني هذا القصد يعني هو سؤاله اخوي عادل مستحيل مستحيل ان هذا الموضوع يكون يعني اشاعة او خدعة مستحيل انا اقول لك ليش لان في امور مثل هذه ما ترم انت تخبيها على العالم كله لان فيها ناس كمل فيها ناس وهو وصل مرحلة بين الموت والحياة هذا مش العالم كله يقوله وحتى المشهد بعد ما رجع من الإصابة من مشهد مبين شكله مبين شكل أميتها بعد المشهد بس هم إن الناس أنا أقول ليش راح هو بهذا الفكر عادل هذا لا عادل أنا أقول لك ليش راح بهذا الفكر هم يتحرون كيف هذا وصل مرحلة حياة وموت إنهم شافوه بالمشهد إنه انضرب لهذا كيف هم ما يدرون إنه دخل نزيف داخلي في بطنه بسبب النزيف هذا اللي حصل نعم يعني اول ما ضربه طيحه عقب
راح ضربه بالبوكس، هذا النزيف اللي حصل. بس يعني توقعاتك يعني مش توقع، انا اقول لك مليار بالميه انه مو مش تمثيل. هاي ما تقدر يعني هذا مو بشيء، لا مو ممكن يكون اصابه ياتا على موضوع ثاني خفيفه وسووها، قال خلينا نسوي دعايه حق الفيلم على السنه. اي دعايه فيلم اذا هو في الثمانينات هو مسيطر على السينما الهنديه، كيف دعايه؟ يعني كيف دعايه؟ ما يحتاج هو دعايه، يعني ما يحتاج ان يسوون دعايه على شو يسوون؟ سؤال خطير يا عصام. ناس زاروا، لا مش بالمنطق، ناس زاروه في المستشفى، وزراء زاروه، في صور، في دوكيومنت، صح؟ كيف يعني بالمنطق هذا يعني 1% وما حد يشك فيها. زين الموضوع هذا بالذات يعني انا اول مره من 30 سنة اسمع هذا السؤال، والله العظيم اول بدا في شكوك هاليومين ترى على الموضوع. بدا الشكوك تطلع. اي والله بدأوا الناس يتكلمون وايد على الموضوع هذا. ما ادري عاد عصام انت شو رايك؟ عاد جاوبني بصراحه. والله ما بعرفش والله. ما تعرف على الموضوع هذا؟ لا بعرف، سمعت وشفت زي ما لا ذيك الايام. اوكي احنا كلنا ترى، بس الحين تمخمخ شويه مع نفسك تقول هل هذا صدق صار صح ولا لا ولا كيف؟ لا هذا سؤال موجه لك. لا صراحه ما جا في بالي. ما جا في بالك انه صح ولا لا؟ اني اسال الموضوع انتسى. ايه بس الحلو نذكرك توقعاتك. مش عارف ارجع اشوف الفيلم. لا مش عارف، مو هي يعني معناتها بتخلي الناس تشك زياده. لا بقول لك ما هل صحيح وحقيقيه كانت الاصابه ولا كانت هذا؟ والله احنا اللي شفناه كلنا اللي شفناه ترى حقيقي. بس انت برايك شخصي حقيقيه؟ زين انا اسال لحظه عادل. لا اولا يدش جوجل ويحط الحدث هذا اللي حصل ويحط ويطالع الصور كلها، مين اللي زاره في المستشفى، مين الناس اللي تحركت فيه، وغير هذا يرجع يشوف الفيلم. نعم يشوف الفيلم بعد هذا المشهد كيف شكل أميتاب. اوكي يشوف الفيلم بعد هذا المشهد كيف شكل. عادل لازم تمشي على هالموضوع وتشوف لنا. طبعا ياسر مره ثانيه سؤال، هل تحبون الافلام الكوريه؟ منورين لايف ماجد يسلم عليك طبعا ربيعك. فما اعرف افلام كوريه، انا ما اعرف، انا بالنسبه لي ما شاهدت افلام كوريه كثير. اكثر افلام كوريه شفتها عن طريق عيون بوليووديه. ما ادري عاد عامر شايف افلام كوريه؟ شفت كم فيلم. شوف هم لهم ستايل اخر، لهم ستايل خاص الكوريين صراحه. سينما خاصه. سينما خاصه. شوف زين. هذا ياسر نفسه هو ترى داي هارد فان مال رامبير. اول شيء يقول لك لقد اشتريت قميص ب 200 درهم حق فيلم شعار فيلم جقا جاسوس، لكن للاسف الفيلم ليس بالمستوى. شو رايك؟ صح كلامه. داي هارد فان مال رامبير. يا جماعه الخير، في داي هارد فان مال سلمان وشاروخان يزعلون من الكلمه هذه. ما يقول لك تيوب لايت حتى لو فيلم بايخ انا عجبني. هذه مشكلة في بعض الناس، ما ادري شو رايك انت عصام. لا الصراحة تنقال يعني مثلا الحين ترمندا، انت داي هارد ترمندا فيلم مثل فيلم يسمون الافلام اللي هي الرخيصة اللي مثلها في 2000 وما ادري شو، انت تتفق تقول لا مهما كان هذا ترمندا وما شو، ولا تزعل اللي تشوف كذا؟ ما كنت تضايق؟ اتضايق طبعا، اتضايق عشان ترمندا اتضايق، صح ولا لا؟ الفيلم ليش فيلم طلع هيك؟ يعني ما تكون يعني مثل هال يقول لك داي هارد فان، اقول لك مهما كان هذا ممثل مفضل انا حتى لو يطلع لي دقيقه اعتبره فيلم حلو. لا لا في ترى كذي اليومين. لا لا اقول فيلم مش كويس او كويس. نعم انزين. عاد هذا عادل يسال يقول لك شو رايكم في حسابات بوليوود اللي تطلع في الانستغرام؟ مره تشيك في الانستغرام عامر تحصل حسابات بوليووديه عربيه اللي يحطوا لك حساب عن تقارير اخبار. شو رايك في الحسابات هذه بصراحه يعني والله اكثر الحسابات ما تابع كثير. ما تابعت حسابات معينه؟ ما تابع كثير منها. بس انا اللي تابعت حساب ما بدي اقول اي حساب، هم صح يحبون البوليوود ولكن ما عندهم الخبره ولا عندهم ايضا المعلومات الحقيقيه. حلو. بحياه بوليوود او باخبارها بنجومها. صح يعني ايه هذا اتفق معك. انا ممكن اضيف اضافه على هالموضوع، انا ترى اتابع الانستغرام بشكل يعني كبير وشايف حسابات بوليووديه عربيه للاسف في عندهم اخطاء كبيره وعندهم مشكله كبيره، لانهم يعني حديثي الولاده مع زي افلام مثلا
او انهم يعني يحبون السينما الهنديه من فتره معينه لكنهم مش متعمقين في اخبار السينما الهنديه لدرجه ان ارائهم شخصيه تقراها الاراء الشخصيه مثلا تعرف ان هذا فلان يحب شارخ ولا يحب سلمان ولا يحب امر ولا يحب اكشي ولا هذا تعرف عن طريق حسابه عن طريق الصور اللي حطيها عن طريق طريقه الكلام ف ما يرضى مثل فلان اذا بيعطيك بوكس اوفيس ريبورت حق كل الممثلين اذا فيلم ربيعه فشل ما يحط البوكس اوفيس ماله فاين المصداقيه هاي وحده ثاني الهاشتاجات يظلون يكتبون اسامي الممثلين غلط مثل ريتيك روشن يكتبون هيرثر كروشن مثل اكشي كان يقول اكشي خنا وينود خنا وين جابوا الاسم هذا قال خلاص احنا سمعناها وقريناها بالهذا بالانجليزي وترجمناها فيعطوك هاشتاج غلط والناس تمشي على الهاشتاجات غلط ونحاول نصلحها ما في فايده فللاسف في حسابات يعني نتمنى انها تتعدل صراحه لرنبير افلام سيئه مثل فيلم بيشرم نعم فيلم بيشرم سيء هو نفسه ياسر يقول هالكلام عصام سؤال لك متى هذا ابن ماجد متى زيارة منزل دربندر اليوم زرنا بس هو طالع برا بومباي يعني طالع شغل ويمكن اليومين يرجع ان شاء الله اليومين نشوفه ان شاء الله اتمنى يعني ان شاء الله ان شاء الله رجع لنا هذا الريال الهندي اللي اسمه انوج هي سي هي برو برو كان يو هيلب مي اي ام ميكينج ا شورت فيلم فور ذا بوستر بويز ات از اب كومينج فيلم اوف سني ديول اند بوبي ديول اند شيرياس ديل باتي ات از بروموشنال فيديو اي هاف تيك ابروكس 80 فيديوز فروم اول اوفر Actually, which kind of help you need? You need to make short advertise for the movie. You can go to the any editing. Which movie? Film. Poster Boys. مال سني وبوبي ديول اللي بنزل شهر 9 هذا داي هارد فان مال سني ديول. فمجمع صور بيسوي فيديو قصير دعاية حق الفيلم. بينزله في الانستغرام ماله. هو عنده صور على فكرة حصرية بعد مال الفيلم. وين بنزل يعني أي فيلم أول مرة؟ شهر 9 بنزل مال سني وبوبي ديول. شو تريون سني وبوبي؟ باقي شهر ونص باي طريقه المساعده ها في المساعده from all over the world maybe okay we can help you if you can make it I can share it through my instagram through my youtube it's okay we can do that yeah ويمكن يبقى مساعده من النوع هذا maybe he need from you for designing or something لا بوستر is designed already. You need poster designing, my dear friend, or you need to make editing for the pictures and this. You are looking for somebody to design the poster or what? Okay. Salam. وعليكم السلام. Patchy from Saudi. Okay. زين عصمت شو تحب تقول بعد حق الجمهور الكريم اي شيء شو استعداداتك حق يوم الجمعه تشوف فيلم ولا ان شاء الله في افلام وايد داخل ذا شوف فيلم تايجر شروف مال تايجر شروف ايوه تايجر شروف اللي هو هذا منى مايكل منى مايكل اوكي هذا رد علينا جست سي ان ذس فيديو Poster Boys is coming on 8th September. Must watch in cinema. Okay, now I understand. Okay. Poster Boys in Dubai. Okay, I understand. هو يبانا نسوي دعاية حق فيلم Poster Boys اللي بينزل السنة. كل واحد يصور فيديو. Poster Boy راح ينزل في شهر 9 وكذا كذا. روحوا شوفوا في السينما. بالعربي أو بالإنجليش. أوكي now I understand. He is die hard fan of Sunny Deol. اللي يعرف عصام. اللي يعرف عصام واللي يعرفني أنا. من بيت صدق. Yeah. هذا من بيت حد من. Yeah we why not we'll do it my friend. من بيته. You are four person this time. Okay. We are three person now. عامر and عصام and me. We'll do it. I don't know about عامر he will do it or no but he will do. Just no, I will do it, of course. But where is the
What is the film producer and the production? Why they are not doing advertising? لا هي very near يعني. In September it means after 1 month only. Where is Sunny? Where is Bobby? He said what? I will send your video to Sunny and Bobby. They will. And she asked Del Pate. شو تبغى بعد أكثر من كذي؟ يعني هو بيطرش الفيديو هذا اللي بنسوي كلنا. شاهدوا فيلم بوستر بويز حق سني وبوبي ديول. ها نقول له عندنا قصه حقهم يمكن هو يوصل. اوكي مستر انوج منتج انت عرف. هاي ميديا مستر انوج كان يو سند ان ماي برايفت مسج ذير از سمثينج تو سي تو يو سمثينج سبيشال اوكي ويتينج يور مسج. مرحبتين شمس يا مرحبتين. في كان سؤال راح مال عادل. ايوه انا ارى شو قال لك. انا ارى ان سني ليون فنانه مقحمه في بوليوود. ما رايكم سني ليون؟ هذه هاي تخصص عصام. تعرف سني ليون منو هذا يقول؟ مغني. ياسر مغني يا زاد. ياسر افضل لك انك تبتعد عنها. خلك في الجو الاولي احلى. سني ليون هاي شو اقول لك بعد؟ حدث ولا حرج. دش على جوجل بتسهر عليها بالليل بتقعد تقول شو هالمثله كيفيات. عبد الله مين؟ ايوه زين. يسال عادل شارخ امير خان ما حد يختلف انهم افضل اثنين في اخر 25 سنه. ما حد يختلف يقول لك. شو رايك؟ لا انا اختلف معه. مش في اخر 25 سنه في ممثلين كثار يو صح. هم ممكن تقول مش افضل. ها مش اي افضل اثنين مش بس عندك اكشن كمار ايضا. اجي ديفجن اكشن كمار عندك وفي ممثل جديد ظهر لهم ينافسهم بعد. أيوة. خلال 25 سنه أميتاب بتشن كان ينافسهم بقوه. ايه يعني هذا ممثل جديد طلع هو عمره 70 سنه فجاه هذا اللي قاعد ينافسهم. وصدقني هذيل ما ينامون ليل ونهار لان الليمت ترى في ليمت في الجيم في العمر في العمر. يعني لا ترى في بعض الاحيان واحد يقول لك انا وصلت مرحله بس لما ينتهي في امور كثير تنسي ترى الامور هذه. ايه بس انا اقول لك لا في ممثلين يعني على جيلهم في اكشن كمار في اجي ديفجن بصراحه. اوكي في سؤال خبيث من ياسر وهذا السؤال موجه لعصام. من الافضل عامر خان ام درمندر؟ ما بدا كلام. درمندر طبعا طبعا مستحيل تقول له عامر خان. درمندر والله المقارنه شوي ظالمه انا اشوفها صراحه. انت شو رايك مين افضل عامر خان ولا درمندر؟ لا بصراحه درمندر مقارنه ظالمه صراحه. يعني احنا نتكلم عامر خان نتكلم عن معطيات الفترات السنين هاي غير وهذه غير 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 نعم اليوم غير. وهذيل على فكره النجوم الجدد هذيل طلعت نجوميتهم اكثر لما انفتح العالم. اليوم انت قاعد تتكلم على سوشيال ميديا تتكلم على انفتاح دول بين بعض. اول ما كانت هذه الامور القنوات الفضائيه اللي مترسه العالم كله قبل ما كانت القنوات هذه. اليوم انت يالس لو في الاسكا في امريكا تدق طالع فيلم هند. يعني هذا كله ساعد لهذيل انهم هم الناس تعرفهم وحتى انهم يتمون في السينما بهالفترة طويلة. اصبح السوق كبير يعني ما اصبح السوق ليمت يعني لجهة معينة اصبح العالم كله. رد عليك ماجد قالك مقارنة مظلومة بين المعلم والتلميذ. صراحة هذه كلمة مختصرة يعني. شو رأيك؟ الله ماجد صح. لا شوف هي مش موضوع معلم وهذا لا في ممكن تلميذ افضل من ممثلين قدام. نعم بس هو الموضوع انه الممثلين القدام موهبه اكثر من الممثلين الحاليين. الممثلين الحاليين يعني شو يسمونه التكنولوجيا والامور كثيره ساعدتهم بالامور هاي. اما الممثلين اللي قبل لا
يقول لك ياسر أخ أكثر موهبة. الأخ كلام حكيم رد عليك ياسر على جوابك. رد كلام على عليك أنت يعني على على المقارنة مقارنة كلام حلو. وبالفعل أنا ما بزيد على الموضوع هذا. صحيح القدام أفضل. دخل عن الأخ بلوشي هلا أخوي بلوشي كيف حالك؟ مستر نوج يا ويل دو ات يو هاف ا جريت ايديا وات يو ار دوينج وات يو ار دوينج مستر نوج از فيري جريت ايديا ويل كوبريت وذ يو ان ذات اند بليز سند مي مسج هو افضل من عبد الحليم ان ماي برايفت بوكس ذير از سمثينج تو سي تو يو الحمد لله حبيب الاخ كلام حكيم يقول لك عادل يقول لك اكشي واجي وسلمان تراجع في بعض الفترات كيف مشكلة؟ ليش تراجع؟ أكشي وأجي ديفغان صح لأنهم هذيل يمثلون كل الأدوار يعني أفلامهم كانت للجميع أما شاروخ خان وعامر خان يعني هم بدوا حياتهم واستمروا لمدة 20 سنة كأبطال اللي شو يسمونه رومانس الشوكولات بوي يعني هذيل شوكولات هيروز شوكولات هيروز نعم عشان كذي هذيل يعني انربطوا بالشيء هذا أما هذيلاك كانوا يعني يؤدون أدوار مختلفة بصراحة صح. عشان كذي في بعض الأحيان تلاقيهم يبتعدون نعم مشغولين في فيلم دبنكس سكر الله يخليك هذا بلوش يقول لك سكر فيلم دبنكس ما ادري ما يحب سلمان خان الظاهر شو رايك نسكره ولا شو نحط اغاني ولا نحط اغاني قديمه عشان نغير والله تحط اغاني قديمه احسن قناه قديمه اي شيء اكشي كومار يختار اي فيلم ما يهمه ليش ما فهمت بلوش شو قصدك يعني يمكن قصده يمكن واحد دخل على اسمه البلوشي ما يهمه يعني شوف اليوم زين البلوشي ذكرني بنقطة جدا إيجابية أكشا كومار وأجا ديفغان حافظوا على نجوميتهم لأنهم كانوا يمثلون كل الأدوار وكانوا يمثلون مع أي مخرج بينما الاثنين هذيل كانوا يمثلون مع مخرجين كبار وأفلام كبيرة عشان كذي تموا محافظين على هذا بس قوة هذيل يعني شوف اليوم أكشا كومار اليوم خلنا نتكلم آخر 4 سنين صح أنا عندي بصراحة أكشا كومار أفضل من شاروخ خان وعامر خان أقول لك يا بصراحة أفضل عامر خان لا لا أفضل لا أنا أقول لك ليش أنا أقول لك لا لا أنا أقول لك ليش أفضل أفضل إنه قاعد ينوع أدواره ينوع نعم وأفلامه كلها ناجحة بس يب عامر خان عطى هذا التنوع وعطى التنوع مع مخرجين مختلفين يفشل فيه يعني بتيلة أفلام فاشلة بتكون بس هو محافظ ما يدش بالمغامرة هاي لا هو مغامرته عامر خان إنه هو فوكس على فيلم واحد وهذا شيء جيد لا لا هذا المطلوب من الفنان الدور حتى الدور والأشياء يعني هو ما يقدر يلعب أدوار مثل ما يلعبها أكشي كومار على فكرة ما يقدر يلعبها إيه أوكي طبعا في سؤال كان راح انه هو افضل دور لانوشكا شارما اي فيلم طبعا بلوشي رد عليه قال بومبي فيلفيت كان افضل دور لانوشكا بس الفيلم رسب اتوقع في فيلم كذي اسمه مال بومبي فيلفيت انت شو رايك انوشكا شارما افضل فيلم مال العصام ولا ما تعرفه افضل فيلم انوشكا شارما شو الافلام انا اتذكر من ايام بدات جاب ربني بنادي جوري لين اخر فيلم بالنسبه اعتبره فيلم هذا انا اللي عجبني واكيد عمر بيتفق معي ان اتش رود شو رايك فيه ان اتش رود اوكي دورها كان حلو افضل دور لا مش دورها هي دور. هي بطله الفيلم دور زين شو افضل دور الدور كان زين دورها زين بس فيلم ايدلها مشكل كان دورها حلو بعد ما شفت انت زين هذه باتشي من السعودية سؤال مش سؤال ترشيحات قل رشح لنا أفلام فيها رسائل أو فكرة مميزة جديدة أو أفلام جديدة أو قديمة شو الأفلام اللي ترشح لها عامر بس كل واحد رشح الأفلام يعني تشوفها مميزة وجيدة سواء من هوليوود بوليوود أو عرب وود ما
بس هاي يعني في شيء معين، هي في شيء معين تبين من له، بس قالت افلام فيها رسائل وايد، كل فيلم له فيه رسائل. ايه حتى الفيلم الفاشل فيها رساله صح. ايه بس الافلام اللي متميزه يعني ممكن تسالين تقولين لي والله اعطنا افضل 10 افلام مميزه، اكيد كل فيلم مميز فيها رسالة. يعني انت عندك اعطى 3 افلام على الغزل، 3 افلام الاخيره انت سواء كانت من بوليوود هوليوود او عرب. انت عندك فيلم بيكي، فيلم بيكي يعني بصراحة مميز. جميل نعم، والمسج ماله مختلف غير تقليدي صح. فكرة الفيلم صحيح بيكي. اتفق. ايه عندك درمندر جاي على الشاشة يا شباب. زين ذكرت شيء؟ والله ما الأفلام اللي دي بيك عندك، عندك دنقل ها؟ حاب ندخل على أفلام عمر خان أكثر شيء. لا في أفلام عندك بيكو، بيكو بعد فيلم جميل رائع بصراحة. إيه فيلم بيكو صح من أجمل الأفلام. عصام شو ترشح لنا من الأفلام؟ رشح يا أخي. والله ما أتذكر ولا فيلم. ولا فيلم؟ تخيل. شوف درمندر هوا معك، درمندر في الشاشة. شوف دروه درمندر طالعين معك. زين رأيكم في سلسلة أفلام كرش؟ شايف أفلام كرش؟ الجزء الأول والثاني والثالث. شو رأيك في السلسلة؟ الأول. الأول. اللي هو كوي ملقا. كوي ملقا رهيب، عجبني جميل يعني بصراحة. أما الثاني. لك عليه، الثالث تعبان كلش. ما عجبك الثالث؟ ما عجبني بصراحة. أنا أتفق معك، الأول كان جدا رائع. الأول جميل فيها هدف. نعم. برو كان يو سند مي يور فيديو وذ يور فريندز؟ أوكي ويل دو إت إن شاء الله أفتر وي كلوز لايف. سمعت أن فيلم كابل سيكون له نسخة هوليوودية، أنا أول مرة أسمع هذا الشيء. هاي اليوم سمعناه في الراديو. صح 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 موجود هالخبر. كابل؟ إيه فيلم كابل بيسوي له نسخة من هوليوود. شو رأيك؟ مال رتك هل تتوقع انه بيكون اوكي ولا؟ والله ما ادري بالنسبه لهم بعرف، بس بس شيء حلو يعني، خطوه حلوه انه يطلعون بوليوود، هذا شيء حلو. زين ممكن بالنسبه لهم شيء جديد. وعليكم وعليكم السلام اخوي هيثم، كيف الحال؟ شو الجديد؟ المواضيع زي ما عملت عندهم عند الموضوع المكرر. ياسر يقول بيكي مش بيكو. لا ياسر ترى هو قال بيكي عامر، وقال ايضا فيلم بيكو، فيلمين يعني رشحهم. فيلم عامر تاري زميبر مال طفل حلو فيلم. نعم انا اتفق فيلم جميل هذا عجبني جدا. منو هذا يسال؟ هذا لا الحين هذا يجاوب، هذا كان سؤال من وحده، هذا قاعد دخل علينا استاذ هيثم. زين فيلمك يسوي صدق ميتاو هذا؟ شو دعاية هاي ولا فيلم؟ دعاية هذا. الشخصية شو الصوت هذا؟ وقت الدعايات مو مقصر يا أخي. كل شيء هاي يطلع كل شيء. اقول لك ينافس الجدد. في واحد جديد طلع معاهم بس طلع شيف. طلع شيف جديد. البلوشي يسألك شو رأيك بالممثل إمران هاشمي؟ إمران هاشمي؟ راعي البوسات. عادي يعني ما تقدر. أنا والله شايف كل أفلامه، ممكن أنا أقدر أقول مجتهد، أقدر أقول عنه أنه مجتهد. نعم. على إمكانياته على الأفلام اللي يأخذها ممثل مجتهد. نعم. إيه. أنت شو رأيك فيه إمران هاشمي؟ عجبني له فيلم واحد اللي هو جاي ديفيد هنا أعتقد. وان سوبر ذا تايم من مومباي. يا سلام عليك. نقيتها نقوة صراحة. هذا فيلم. نقيتها نقوة وأنا بضيف عليه فيلم. فيلم شنغهاي. فيلم شنغهاي اللي ما شافه جماعة الخير. رسب. هذا رسب بس من الأفلام الجميلة الأرت موفيز اللي مثلها مع أبي ديول. دوره كان وايد حلو إمران هاشمي. جديد فيلم. لا قديم. قديم يعني بمستوى 3 سنوات تقريبا 4 سنوات. شاهدت فيلم هندي ميديوم. تأكدت أن عرفان خان ممثل لم كيف مظلوم في بوليوود.
يقول لك ياسر من المغرب شاف فيلم هندي ميديوم وقال انه وين شافه؟ شافه في المغرب عاد شافه في الاونلاين. اه الفيلم هندي ميديوم زين ترى ما باقي على الشباب بيخلص اللايف باقي 6 ثواني 5 ثواني.